قبل اليوم هو بالدائرة تبعتي بالحلقة تبعتي تبعت الموسيقى ببطل سامع صوت الزنانة. وهذا يمكن من أحسن الأشياء اللي أنا بعملها، إنه هو اليوم بيتجاهل الصوت تبع الزنانة عشان يسمع صوت العود وعشان يغني مع العود. أعيش طفولتي زي ما كنت عايشها قبل، مش زي اليوم الحين مخنوقين مش عارفين وين نروح، فيش حاجة تتاكل ولا الماء تنشرب، فيش إشي.